الترند الرياضي الثالث اللي انتشر بصورة كبيرة جدا. وين عشاق ريال مدريد؟ تعالوا لي خلينا نسولف انا وياكم. راح مبابي يا ويلي، هنا سأسكت قليلا. صرفت فوتوشوب على مبابي، صرفت صور، بس انا متعاطف وياكم بالمناسبة. صح انا ابو جمهور ريال مدريد، لكن اي لاعب يفضل المال على نادي كبير هذا تنتهي مسيرته. بس شوي خل اعطوني مجال، خل عشاقه وياكم. مبابي طلع، انا مكيف شنو؟ طبعا مكيف، طبعا المخرج مدريدي يقول طبه مرض. انا مكيف، لا حكومه ما تفيدكم صدقني، انا فرحان لان مبابي ما جي للريال. حتى بعد لا تطبون عليه، يحلم يشوف بطولات ما يحلم يشوف بطولات، المهم هو فضل باريس عنكم. هاي معلومه لازم واحد. هذا مبابي، هذا وقع، شوف الصوره ويا ناصر الخليفي. 2025 اخذوا من السعاده طبيعي. طبعا بالمناسبه الاستوديو كلهم مدريديين، والله العظيم بس انا برشلوني زين، بس ثاني يا عادي، احنا موسم صفري، احنا فزنا بالكلاسيكو 4-0 وعندنا هاي بحد ذاته هذا انجاز وبطوله، هذا مال مبابي، هذا طبعا انجاز 100%. جمهور ريال مدريد محترق قلبه على مبابي. مبابي حسب ما يقولون دق الناقصه في جمهور ريال مدريد، وطبعا لا مستحيل اقول هاي الكلمه يا نورس، مبابي دق الناقصه في ريال مدريد وفلورنتينو بيريز. طبعا والدته لمبابي فايزه العماري، او اي فايزه اعتقد اسمها فايزه، قالت الباريس ابني راح يجدد وياكم، وقالت الريال مدريد ابني راح ينتقل لكم. صدق مقطعه هاي. على العموم فشل صفقه مبابي اثارت موجه كبيره من الانتقادات للاعب ونادي باريس سان جيرمان وحتى دوله قطر. الفلوس اللي انصرفت على مود مبابي يبقى في باريس سان جيرمان اكثر من الفلوس اللي جابوا بها نيمار وليونيل ميسي وغيره. لكن مبابي تعرفون حباب وفقير، لكن الامر مو بيده، الشور بيد الحجيه، بيد والدته.